حدوتة الفأر والأسد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عاملين يا أصدقائي يا رب تكونوا كويسين والنهاردة مع حدوتة جديدة قبل ما تبتدي متنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة ويلا بينا نحكيلكوا الحدوتة يا أصدقائي كان يا مكان في قديم الزمان بينما كان الأسد نائما جرى فأر صغير فوق جسمه استيقظ ملك الغابة من نومه وأطلق مخالبه على الفأر المسكين مزمجرا غاضبا كيف تجرؤ على إيقاظي سألتهمك راح الفأر المسكين الذي كان يرتجف من الخوف يتوسل إلى الأسد على إبقاء حياته أوه أيها الأسد العظيم كان الأمر مجرد حادث بسيط لم أقصد إهانتك أو إزعادك.